بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الطبخة اسمها داود باشا. لمعرفة كيف طبختها تابعوا الفيديو إن شاء الله لمعرفة الطريقة وتنال إعجابكم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عملكم وصفة سريعة جدا احنا بنسميها داود باشا. بنجيب اللاي هون أول إشي، حطيت الزيت وحطيت معها البصل، وطبعا بعد ما قلبنا عليها البصل ومن قلبه. بعدين هنا جبت البطاطا وقطعت هيك مكعبات هيك. هي الطريقة التقليدية، بقلوا البطاطا وبعملها كل إيش، بس أنا بدي أعملها طريقة سهلة جدا للعاملات والسريعة، فبتكون وصفة سهلة يعني، ما نقعد نقلي ونعمل ونزيد الزيوت في الطعام، لا، فبتكون هاي طريقة سهلة. حضرت البطاطا هذه في الطنجرة، وضعت البطاطا مع البصل وحقلبهم حتى يغلوا مع بعض وتتحمر البطاطا. يعني أتذكر كانت المرحوم إمي يعني كانت تقلي البطاطا لوحدها بعدين تحطها، بس هيك بتصير يعني الأكل دسمي يعني. فأنا حطيت هنا الزيت، حطيت البصل، حطيت نسبة ملح وفلفل. هقلبها أغطيها وأتركها شوي. أما هنا في هذه الطنجرة وضعت تقريبا 4 كاسات رز، وبدي أضيف عليهم الماء. لكل كاسة رز ضعهم 2 كاسات مية، وحطيت معهم الزيت وهقلبه إن شاء الله. شفتوا هون تحطوا المية مغلية، فأول ما بتحطوها بيطلع لكم زي صوت طص هيك. تتركها تنغلى تغلي يعني 5 دقائق، بعد ما بتوطوا عليها بنار الهادية حتى يستوي كلها. أنا هغطيها وطبعا هتركها تغلي دقائق، بعدين بوطي الحرارة. أما هنا فهنا حطيت هاي الجرون بيف ومع ملح وفلفل وتحميرة وكمون، هخلطها وأعملها كور وأرجع لكم. شوفوا كيف صارت تقريبا لما تقلبت. هدير عليها مية قطعتنا حبة بندورة واتركها تكمل استواها. هنشوفوا بعد ما عملت اللحمة هيك الكور هذي، حطيت معها البهارات وعملت هيك كور. انت بتعملوا المقاس اللي انت بتحبوه. بعدين انا درتها هون اللحمة، ما ببدأش احرك فيها، اول ما ببدأ احرك فيها بتبدأ تتفتفت. بغطيها وبتركها تقريبا 5 دقائق حتى تتماسك وتجمد، وبعدين بفتح عليها وبقلبها. شوفوا هنا طبعا بعد ما تحمرت هيك، شوفوا استوت اللحمة. قلت بنبدأ نقلبها مع الخضار. أنا ما دورت علبة صلصة طماطم ما فيش عندي، قلت حطيت كمان حبة تانية طماطم، قطعتها مكعبات، 2 حبة طماطم البندورة يعني المطيشة كل لهجات العالم. حطيتها هون اللي توميتو قطعتها هيك تقريبا. الأكلة هتركها تنطبخ مع نفسها. قلت لكم أكلة سهلة يعني. رجعتي من الشغل وكنتوا في مكان ورجعتوا، بدكم تتعشوا، بدكم تعملوا أكلة سريعة. هي الخطوات التقليدية زي ما قلت لكم، بيشوا اللحمة بالفرن أو بقلوها وبقلوا البطاطا، وبعدين بعملوا الخطوات اللي أنا عملتها. فأنا لقيتها طريقة صحية أكتر وأسرع. هتركها لقيت أنا
تستوي مع نفسها يعني. اما هنا شوفوا هذا الرز خلص، انا بحب احطه هيك بهذه الورقه بغطي وبتركه هيك 5 دقائق 10 دقائق، بتاخذ اكثر وبتمسك اكثر مع نفسه وبستوي اسرع احسن، بحسه الحبه بتتفلفل اكثر لما عمل بهي الطريقه. اما هذا سكر وغطيه بترجع المره الثانيه الرطوبه عليه فبيخرب يعني. كانت هذه النتيجة النهائية بتاعت الطبق اليوم، هذه شوفوا كيف أصبحت بعد ما طابت، وكانت هذه النتيجة النهائية بتاعت الطبق اليوم، هذه شوفوا كيف أصبحت بعد ما طابت، وقدمت كمان جنبها الرز، كمان حطيت المخللات، بتحطوا المخللات اللي أنت بتحبوها، وبتقدموها بطريقة جميلة على الطاولة. أتمنى هذه الوصفة قد نالت إعجابكم ورضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.